صوت الشاص احنا لا احد يفهم خطا يقول زيد يعني يتغزل في بنات خلق او في بس بعض الرجال ما هم فوق يا جماعه. كنت جاي بالسياره وحصل رجال وحرمته عند اعتقد انه والرجال هذا ما هو شوب الصراحه بعض ملا يعني عبث مع حرمه لو زين بيدك ما بتحصله والحرمه هذا ان كان كلحت ولا شطت فيه يعني من عفتها ومن طهارتها. والرجال هذا ركبته معي وهو من دول المنفجين دول شفت هو الحريم ما معنى حريم مدري من شيء يطرح عنت الله على بعض التراب. المهم نزلتهم بعد ما نزلتهم قلت يا صاحب الشاص وقف لا تهين الشاص عادها ما شعتب فيه فيك العيب يا سايق عاده نيوكر ما يحتاج شير صراص وحد تحمل وكاله فيه واللازم لا تقول يبغى لها تفقال وتحاص انت خرابه وانت العطل والعايق ننقصت من هيبته عشانك النقاص شوهت سمعته عند العاشق الدايق نقص من هيبتع عسالك النقاص تمشي في الخط كأنك عاش جمل حاضر تمشي عليك التكاسي شافطة والباص الثانيين دولة تمشي عليك التكاسي شافطة والباص في الخط وانت معاك البارق الفايق لو صرت بحسر تفتف وانطفى وانحاص مقلوب ساعة وساعة نلحقك عالق رخصت من رخص سعره ولا يستاهل الرخاص شوهت سمعته عند العاشق الدايق الشاص ما يركبه الا رجال شراص لا انت منهم ولا انت عالشبح لايك ليحكموا ميلة السكان على مقاص ما يمشون مثل الرصاص وفشعة البارق لا طاردوها السرق خصبهم قهاص لا جيش الحقه لا دوس ولا سارق سلك بالله لا تهينه وكاله خاص رده لشركته ولا بعه على عاشق الله عن شياطينك وسلامتك.